السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من الراهن عبر قناة الخرطوم الفضائية. نلتقي، مرحبا بكم. كثيرة هي التطورات في واقعنا اليوم، ربما تطورات داخلية لم تكن معينة على الأقل الفترة الانتقالية في أن تصل إلى مبتغاها، ما بين التمديد لها وما بين الجدل حول كيفية سيرورتها بالوصول إلى بر السودان أو قيادة السودان نفسه إلى بر الأمان، إشكالات كثيرة ومطبات ربما أسهمت الصفوة نفسها في صنع هذه المطبات. في هذه اللحظة كثير من الجدل والنقاش حول قوى سياسية تتجمع هنا وهناك ومبادرات تطرح ومواثيق مختلفة كلها تحاول التجديد وضخ الدماء في الكيان السوداني الذي يمكن أن نصفه الآن في هذه اللحظة العصية وصف اقتصادي مريض، لأنه في النهاية قاد إلى هذا الوضع الذي نحن في هذه اللحظة أيضا. ورغم كل ذلك تتجه إلى السودان الكثير من الرؤى المتعلقة بالمبادرات الجديدة أو الصراع الإقليمي والدولي، طبعا بعد شرم الشيخ وقمة الجزائر وغيره، وحتى بعد روسيا وأوكرانيا عاد السودان مرة أخرى إلى الواجهة الدولية. لكن للأسف هذه الواجهة لم يساعدها الواقع الداخلي في أن تبرز بشكل يحقق لنا نحن مصالحنا، وفي إطار أيضا إعادة لكثير من العلاقات الخارجية، كل ذلك عسى أن يعين الفترة الانتقالية على العبور. لكن هذه الفترة الانتقالية كيف كانت تتجسد في عقولنا نحن هنا في الداخل من خلال هذه الصراعات وهذا الفشل الذي لازم حتى هذه اللحظة ما بين الوثيقة والإطار واتفاقات أخرى والآن القاهرة وكذلك تجمعات مختلفة ومئات المبادرات؟ في هذه اللحظة برزت رؤية جديدة عرفت بميثاق شعب السودان، وهي إضافة اختلف الناس أو اتفقوا معها تمثل بادرة أمل أيضا لهذا الشعب الوثاق الكبير في هذا الوطن العظيم. أرحب بضيفين كريمين عزيزين للحديث حول هذه المبادرة أو الميثاق، البروفيسور محمد الأمين أحمد الأكاديمي البارز ورئيس اللجنة العليا لميثاق شعب السودان. مرحبا بك سيدي. مرحبا بك. ورحب أيضا بأستاذنا العزيز الدكتور يحيى زكريا بوب رئيس تجمع المستقلين جامعة النيلين. مرحبا بك دكتور. مرحبا بكم ومرحبا بالشعب السوداني إن شاء الله. دكتور بروفي، بدأنا معك. ميثاق شعب السودان، ربما الناس في الفترة الانتقالية دي ملوا المبادرات والمواثيق باعتبار أنه أحيانا السياسي إذا أوصل الناس إلى اليأس فهذه مصيبة. في هذه اللحظة يطل ميثاق شعب السودان. نعم. الواقع بيقبلكم؟ نعم، ميثاق شعب السودان أول مبادرة، هي حقيقة أول ميثاق يعرض في الفترة الانتقالية لكيف يعني يتفق أهل السودان. كلمة ميثاق نفسها يعني تعني أنه أهل السودان يجب أن يتفقوا، وميثاق أهل السودان هو أوضح رؤية واضحة كيف تحكم الفترة الانتقالية. ونحسب أن هذه المبادرة هي أول مبادرة لأنها فيها تفاصيل حلت كل المشاكل بتاع الفترة الانتقالية الكبرى. أنت ركزت على الفترة الانتقالية. فترة الانتقالية فقط. فقط. نعم. يعني كأنك تريد أن تقول إنه بعد الفترة الانتقالية بعد ذلك ذاك أفق آخر مفتوح بجهة أخرى يعني. أيوة نعم. دكتور، هل فعلًا الميثاق في هذه اللحظة يمكن أن يمثل إضافة في ظل طرح عشرات المبادرات التي تحدث عنها الناس كثيرًا؟ نعم، الميثاق أعتقد يوفر ويحلحل مشاكل كثيرة للسودان في الفترة الانتقالية. الآن السودان يعاني في هذه الفترة توهان وتجاذبات داخلية وخارجية ألقت بأثرها الثالب على كل السودان وشعب السودان. الآن أقول لك بكل صراحة، إذا سألت أي فرد من الشعب السوداني من الذي يحكم السودان الآن فلن يعطيك إجابة مقنعة، لكن هذا الميثاق بإذن تعالى إن شاء الله سيحقق، لأنه يهدف إلى حل مشكلة السودان والوضع في الفترة الانتقالية دي. هذه الفترة الانتقالية تعتبر من أهم فترات السودان، منها السودان يكون أو لا يكون، السودان يكون أو لا يكون. حقيقة أن إحنا لو لاحظنا الوضع السياسي في السودان له تجاذبات وتصارعات لا أستطيع أن أصفها، صراعات في غرب السودان ووسط السودان وشمال السودان، وكله هذه الفترة الانتقالية يجب أن يتم حق وضع الأسس لها وكيفية الحلول لها. هذا الميثاق بإذن تعالى سيحقق هذا
الهدف والاستقرار لهذه البلاد. بروف خلينا ناخذ ملامح عامه، يمكن ان نقول انها تمثل رؤيه فعلا تساعد الفتره الانتقاليه، باعتبار انه كل ما طرح في للعبور بالفتره الانتقاليه كان اشبه بالبحث عن الكراسي والسلطه والتوزيع. هذه المره ربما، لانكم اكاديميين، ربما يختلف. ايوه هذه المره يختلف، لاننا عالجنا كل المشاكل الكبرى. علاقه القوات النظاميه بالفتره الانتقاليه، علاقه الاحزاب بالفتره الانتقاليه، علاقة كيف يتم اختيار رئيس الوزراء، كيف وحل الإشكالات القائمة الآن. مثلا هنالك أزمة في شرق السودان، هنالك حركات مسلحة أتت باتفاقيات دولية حتى الآن لم يتم معالجتها. فهذا هنالك شباب المقاومة ما زالوا يترسون الشوارع أيضا، يعني حلت هذه المشكلة نسبيا. و أيضا نعتقد أن هذا الميثاق أيضا وضع فترة محددة، هي فترة الانتقالية هي عامين، وأنه بعدها سيكون هناك انتخابات. دكتور عندك إضافة في هذا؟ حقيقة السودان بلد مأزوم، بلد مأزوم، لا نستطيع أن نخرج من هذا الوضع المأزوم إلا عن طريق الوضع الأكاديمي والتكنوقراط. حقيقة مشكلة البلد دي مشكلة وضع الشخص الغير مناسب في المكان المناسب. انظر المكان غير المناسب، غير المكان الغير المناسب. لا. انظر إلى خلفية السودان مما نال استغلاله. دائما كانت تتجاذبه صراعات حزبية وتعيينات حزبية، ودي أضرت بالبلاد. الآن هذا الميثاق بيؤكد على حل هذه القضايا بوضع الأستاذ المؤهل الأكاديمي ذو الخبرة والدراية العلمية الأكاديمية في الوضع المناسب، ونستطيع عندئذ أن نعبر بهذه البلاد. مثلا معاش الناس والمشاكل الزراعية والتعليمية والانفتاح على العالم الخارجي، كل هذه معضلات تحتاج إلى حلول قوية. دي لا يمكن أن تتم إلا عن طريق هذه الأكاديميات. ده في حلنا في الميثاق كده إن شاء الله. برف خلينا نأخذ جزئياتنا. الفترة الانتقالية اختلف الناس فيها وتجادلوا ولم يصلوا فيها إلى ما يمكن نقول أنه رؤية متكاملة، يعني فبالتالي أضرت بالفترة الانتقالية. خلينا نأخذ من ضمن هذه الإشكالات المدنيين والعسكريين، هذه العلاقة التواترية التي أضرت بالسودان طوال 67 عام، لكن في الفترة الانتقالية دي ربما كانت أكثر بروزا. عالجتوها كيف؟ عالجنا هذه المشكلة أنه الحكومة هي حكومة مدنية كاملة الدسم. طيب. العسكريون يشاركون فقط في مجلس السيادة الذي يترأسه إحدى العسكريين ويمثل فيه كل الأقاليم الكبرى بتاع السودان، ودوره دور تشريفي، ده بالنسبة لمجلس السيادة. أما رئيس مجلس الوزراء هو له كل الصلاحيات في فترة الانتقالية. وفي هذا الميثاق أيضا الأحزاب ستشارك في المجلس التشريعي الانتقالي، هي تراقب السياسات لمجلس الوزراء وبعض التشريعات المؤقتة، وتساعد الحكومة في أنه تتهيئ الانتخابات بعد الفترة الانتقالية. فنعتقد أنه باختصار شيء جدا حكومة مدنية كاملة الدسم، والعسكريون يشاركون فقط في المجلس السيادة، ودور المجلس السيادة دور تشريفي. من الذي يختار السلطة هذه التنفيذية؟ أيوة، هنالك آلية. هذا برضو ما ميز هذا الميثاق. هذا الميثاق الذين شاركوا فيه تنسيقية شرق السودان، كيان الجزيرة، الهيئة الإدارة الأهلية في ولاية الخرطوم التي تحتوي على أكثر من 11 نظارة، ووكلاء لنظار أكثر من 100 ناظر في جميع أنحاء السودان، الكيانات الكبرى، مثلا الهيئة الإدارة الأهلية، دل البنية بنية شعب السودان، وأيوه وأيضا المقاومة المستقلة، المقاومة المستقلة في محليات الخرطوم السبعة وفي كل الأقاليم الكبرى، وأيضا منظمات المجتمع المدني. هناك تكتلات كبيرة، منظمات المجتمع المدني، تجمع المنظمات الوطنية، هذه كلهم أعضاء في مجلس. فلهذا الميثاق له مجلس، ومن هذا المجلس تنبثق لجنة حكماء مدعومة ببعض الشخصيات الوطنية، هم ينظرون في المرشحين لمجلس الوزراء مثلا. وأيضا طلبنا من الأحزاب المقتنعة بهذا الميثاق هي سترشح
خمسة، كل حزب يرشح خمسة من منسوبيها يمثلون الخمسة الستة غالين في السودان، ومنهم سيختار مجلس تشريعي انتقالي. فهنالك آلية في هذا الميثاق تساعد في اختيار رئيس مجلس الوزراء وتكملة مجلس السيادة بأعضاء مدنيين. منذ التغيير اللي حصل في أكتوبر 2021 هنالك أماكن شاقرة للذين يمثلون الأقاليم الكبرى، شرق السودان، شمال السودان، الخرطوم الكبرى، وسط السودان، كردفان، ليسوا ممثلين. فهذا الميثاق له آلية تساعد في اختيار هؤلاء ويكتمل مجلس حتى الأولى؟ لا، الأولى هذه تعتبر هي جزء من صلاحية رئيس الوزراء الذي تكون له كل السلطات التنفيذية، هي حكومة مدنية كاملة تتسم. دكتور، هل يمكن أن ينجح الميثاق في ظل هذا التجاذب الحزبي الذي لا يكاد الحزب الواحد يتفق أعضاؤه، بمعنى صح أنه سيواجه بتكتل الحزب؟ أنت تعرف أنه طوال الفترة الانتقالية ظلت الأحزاب تفشل كل خطة وبرنامج وميثاق، يعني هتتعامل معها كيف على الحزب دي؟ طيب، يجب أن يتم تعيين رئيس وزراء كامل الدسم ذو صلاحيات واسعة، ويستطيع عندئذ أن ينفرد بالقرار التكنوقراطي وتعيين الأكاديميين، لأنه حقيقة نحن بنعيش تشظي زي ما قلت لك، يعني في مبادرات كانت في الداخل ومبادرات من الخارج ومبادرات من الأجنبي، كلها فشلت في إيجاد رؤية مستقلة واضحة تقود البلاد إلى بر الأمان. الآن نحن بنعول على هذا التجمع، والتجمع إن شاء الله حيكون مقبول، لأنه بيكون شخص لا ينتمي لهذا ولا ذاك، ينتمي فقط للأكاديميات والوشارات العلمية. والسودان حقيقة دي مشكلتنا في السودان دائما أبدا، مشكلتنا دائما في السودان يعني القوى السياسية بتتدخل لمصالحها فقط وتفشل. الفشل الزريع ده قادنا للسودان، حيوديه إلى الهاوية. انظر الآن السودان، يعني بنقرأ في الميديا في كم جهات سعت إلى تكوين جيوش، بينما الجيش الوطني موجود، كونت إلى تكوين ميليشيات بينما ما قادر توفق أوضاعها أو تعمل عشان تنضم للمؤسسات العسكرية. ده كله أدى إلى تشظي وأدى إلى إصابة الشعب السوداني بانهيار كبير جدا جدا. الشعب السوداني الآن مل السياسة، لكن نستطيع عن طريق هذا الميثاق إن شاء الله وطرحه عبر القيادة إن شاء الله سيكون مقبول، ويكون في حلول مقبولة. أنتوا طرحتوا الآن حتى هذه اللحظة؟ نعم، طرحنا مطروح. لا، في الواقع الشعبي للناس، يعني مو زال حتى هذه اللحظة مطروح على الميديا. نعم، لكن لم يطرح على في شكل تجمعات في شكلها. هو مطروح كويس. لكن قلت لك الشعب السوداني أصابه ملل، لأنه الليلة كان زمان كان تكونت قوى الحرية والتغيير. طيب، قوى الحرية والتغيير تقسمت إلى ثلاثة، والآن تتقسم إلى ستة أجزاء. القوى السياسية الحزبية تشظت، القوى السياسية الحزبية لا توجد ديمقراطية فيها، لأن الديمقراطية في أنفسها غير موجودة، وبالتالي لا تستطيع أن تعمل شيء. الميثاق مطروح على الميديا. على الميديا. على الميديا. وسينتشر إن شاء الله في الفترات القادمة إن شاء الله. روح عندك. الميثاق موجود طبعا. السبت قبل الماضي كان إعلان الميثاق في قاعة الصداقة، وبعدها فتحنا على الكيانات. الأسبوع الماضي السبت قبل يوم الأمس، يوم الأمس كنا في الجزيرة، التقينا بكيان الجزيرة والمقاومة المستقلة في الجزيرة ونظام المجتمع المدني في الجزيرة وكل الإدارات الأهلية، وأيضا ستوالى بعد ذلك أيضا نخرج إلى بعض الأقاليم، وداخل الولاية ستكون هناك اتصال بالذين هم شاركوا في هذا الميثاق. الميثاق أيضا يختلف من كل المبادرات، هو مفتوح لكل الكيانات المستقلة. الشيء المهم هذه الفترة الانتقالية كالفترات السابقة، أيام في بعد الديمقراطية الثانية والديمقراطية الأولى، حكومة سير الخاتم الخليفة وحكومة بروفيسور الجزولي دفع الله، هذه الفترة الانتقالية فترة تعيين وليست فترة. فلذلك من الصعب جدا للأحزاب أن تضع رؤية واضحة لحكم هذه الفترة. الأحزاب بعد الانتخابات من حقها أن تحكم وتكون موجودة. رغم ذلك نحن اقترحنا في هذا الميثاق أن في هذه الفترة الانتقالية الأحزاب تكون قريبة من الحكومة وتحاسب سياسة الحكومة. لذلك اقترحنا المجلس الانتقالي التشريع الانتقالي.
فنعتقد أنه بعد ذلك يمكن، لكن نتوقع أنه حوار، ونحن لسنا ضد أي اتفاق، اتفاق إطاري أو اتفاق أو أي اتفاقات سابقة، لكن نعتقد هذا الميثاق هو سيحل مشكلة السودان، لأنه هو الذي قدم هذا الميثاق، قدم رؤية واضحة للحكومة الفترة الانتقالية. فلذلك يعني، وهي فترة بتاعت كفاءات وتنقراط، ويحكمون السودان في هذه الفترة لأنه هي بالتعيين فقط وليست بالنعم. بعدها سيكون انتخابات، والناس وأنا أعتقد الديمقراطية هي الحل. هل تملكون القدرة على الوقوف في وجه المحاصصة؟ لا توجد محاصصة هنا. لا المحاصصة دي لا أصبح واقع قوي. لا المحاصصة إذا كأنها أصبحت عصا. لا الميثاق الأحزاب لا تشارك في 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 الحكومة. يعني كل الناس الآن متفقون، نحن مما أعلنا هذا الميثاق وخاطبنا كل الأحزاب المسجلة ودعيناها للإعلان العام، حتى الآن لم نجد أي تصريح من أي حزب. الآن لنا أكثر من 10 أيام لم نجد تصريح لأي حزب أو أي كيان. يترقبون. لا دائما الأحزاب لا بد لها أن تكون، إذا كانت هناك أشياء مكتوبة وواضحة لازم يكون لها رأي، حتى تقول نحن نترقب. لكن عامة نحن باتصالاتنا الخاصة مع القوات النظامية، مع الأحزاب، مع الكيانات، وجدنا عامة يحسون أن هذا الاتفاق ربما يكون حل لهذه الفترة. دكتور، أريد هذا الطرح أحيانا خياليا إلى حد بعيد. أنت تعرف أنه في اتفاق جبهة الذي يلزم الحكومة الانتقالية بأن يكون أعضاء هذه الحركات في مجلس الوزراء محاصصة مهما كان يعني، فكيف؟ ده اتفاق. نعم أن احنا قلنا حقيقة ليب أن يكون ويتم تعيين رئيس وزراء كامل الدسم بكامل الصلاحيات. الأحزاب لا تشارك في الحكومة، تكون فقط في المجلس التشريعي. تشارك الحركات المسلحة؟ نعم، تكون فقط في المجلس التشريعي، ويكون على أنه التعيين الوزراء كلهم تكنوقراط. اثنين، حقيقة أن احنا بندلف لبرنامج واضح جدا يتعلق بمعاش الناس وإصلاح التنمية الزراعية، ودي مشكلتنا، والتصدير والانفتاح على العالم الخارجي، دي مشاكل السودان الحقيقية، سيحلها هذا التحالف إن شاء الله. معاش الناس أكبر بعبر. نقطة مهمة جدا. نعم. كده استضفنا هنا في هذا البرنامج عشرات الأطروحات المختلفة بمسمياتها. ظلت دائما هناك عقبة، وحتى الآن في الاتفاق الإطاري يتوقف يتذبذب الاتفاق، لأنه في النهاية في حركات موقعة اتفاقية ترفض كل ما يتعلق بإبعاده عن السلطة. إذن سيكون الميثاق هو تحدي حقيقي، يعني من أين تأتي بالتكنوقراط، أو أنك تأخذ جزء الحركات 40% حقتهم، يجيبوا ناس مدعمين هم وتجي تبي التكنوقراط؟ إذن الميثاق سيقع أمام تحدي كبير يعني. لا لا، ليس هناك تحدي حقيقه، لانه نحن وضعنا اليه يعني كيف يتم اختيار. مثلا حل مشكله شرق السودان، وجدنا انه مشكله السودان هي ازمه، وازمه يعني لم تحل، وهم يطالبون بانه لهم تهميش منذ الاستغلال 1958، لم يشاركوا في السلطه. فالميثاق اعطى شرق السودان، ويطالبون بمنبر تفاوض منفصل، فاعطاهم منبر تفاوض منفصل وأعطاهم منصب رئيس الوزراء. شرق السودان بالفهم الكبير الذي يحتوي على كل السودان، هذا سيحل مشكلة السودان. الفلسفة لهذا الميثاق هي تنبع من أنه هو سيحل كل الأزمات الموجودة الآن، وهي مثلا الحركات المسلحة عندها اتفاق بتاع اتفاق الجوبة، أنه على حسب القوات النظامية أنه هناك يكون استيعاب وتسريح، هذا لم يتم حتى الآن. ونحن في هذا الاتفاق اقترحنا أنه يتم ذلك في عام، وحتى الذين يتم تسريحهم يكونوا اعضاء احتياط، وبعض القاده يحتفظ بهم القوات النظاميه. مشكلة بالنسبة ولا مشكله بالنسبه للسودانيين. لكن مشكلتهم انه لكن الاتفاقات الدوليه، مثلا مثال احكي هذه الحكومه الان فيها تمثيل محدود، ما ليس محدود، لا توجد حكومه منذ التغيير في اكتوبر. التمثيل بسيط على حسب التاكد، هنالك بعض مثلا الشخصان موجودان في مجلس السياده، هؤلاء مثلا يمثلوا اقليم معين، نتحدث عن الأقاليم الكبرى سيتبع ذلك من ممثل للأقاليم شمال السودان، لشرق السودان، لوسط السودان، لن يكون هنالك ممثل آخر لأقاليم دارفور، يكون هنالك ممثل لكردفان. هذه مشكلة متحلة. لا هي ليست محاصصة. الشرق والدان لأقاليم الشمال. يا دكتور، لما لا تكتبون مثلا في الميثاق أن يكون في شخص واحد رئيس مجلس السيادة ورئيس مجلس الوزراء ويقود الفترة الانتقالية؟ أنا أحكي لك، أنه دائما في السياسة وفي المواثيق وقد يكون هناك تجاذبات، وبعض أن يكون تعب الناس كلهم حكام ومحكومين. لابد أنك تتحدث عن مثال، تحدث عن قضايا كبرى حتى يعني يلتقي الناس.
بعد ذلك يمكن الناس يمضي للأمام. الآن الناس في دوامة، الحكومة الأولى بدأت بوثيقة وتوقفت، هناك تغيير حصل بواسطة القوات المسلحة، لم يستطيعوا أن يقيموا حكومة حتى الآن، وأيضا الآن في اتفاق إطاري له محدودية، عنده بعض الإشكالات لأنه هو مقلق. هذه الكيانات الكبيرة التي وقعت في هذا الميثاق ليس من حقها أن تشارك في الاتفاق الإطاري. إذا انفتح هذا الاتفاق الإطاري للجميع لن تكون هناك مشكلة، لكن عامة كل التجارب السابقة تحت الحكومات الانتقالية عادة تكون فيها يعني الذين يشاركون فيها هم ناس يعني مهنيين وتنقراط وهي فترة محدودة. فهذا الميثاق كما أقول لك نحن حقيقة كل الذين في الساحة السياسية نحن التقينا بهم وهم يعتقدون أن هذا الميثاق سيكون فيه حل أن تكون فترة قادمة. ولأول مرة كنت تتحدث عن اتفاق الإطاري رغم محدوديته رغم أنه مقلق لأشياء ما زالوا يتحاورون، وهذه واحدة من مشاكلنا. يعني إذا أخذت مثلا نفاشة الحوار أخذ لي 7 أعوام، فهذا الاتفاق تلمس كل المشاكل وضع لها حلول، ويمكن وهنالك آلية كيف يتم اختيار رئيس الوزراء، هنالك آلية كيف يتم مجلس التشريع، وهنالك حكومة ستكون حكومة مدنية كاملة تدسم، ويمكن الناس يبدأوا، وهنالك أهم حين مفوضية الشغل السيستم الذي يحكم هذه الحكومة غير الوهير والثقة الدستورية السابقة ولا ستعود إطار دستوري آخر يساعدكم في تحقيق، خاصة في كلام عن مفوضيات انتخابات ومفوضيات دستورية. هنالك تسع مفوضيات. عند أول مفوضية الانتخابات، الثاني مفوضية هي عبارة عن مفوضية للجرحى والشهداء. تكلم عن في هنالك 9 مفوضيات، هنالك مفوضيات لإصلاح الصحة القوانين، نعم. يعني قرابة الحدود وقضايا العدالة وكلها، يعني في هناك 4 أو 5 مفوضيات تخص الفترة الانتقالية، فلذلك منها تخرج يعني طيب وثيقة. خلينا ناخذ جزئية سيد الفاضل، واضح انه مرات كثير جدا من مبادراتنا في السودان ومواثيقنا وغيرها التي نطرحها ربما يبدو فيها الإطار النظري السياسي جميل، لكن لما نيجي لأرض الواقع بنصطدم. وخلينا ناخذ يا سيد الفاضل قضية المعلومات، واضح انه كل ما قدم في الفترة السابقة حتى هذه اللحظة نحن لا نطلع على الميثاق كاملا، أو على الأقل الميثاق ربما تضاف إليه أفكار جديدة بانضمام آخرين يحيونه أو يحيدوا حيوية، بتعاني من شح المعلومات الاقتصادية والمعلومات حتى معلومات البنية السياسية للأحزاب، وبالتالي تصطدم بالواقع. هذا الميثاق أعطى القضية الكبرى الآن عند السودانيين وهي قضيتي السلام والاقتصاد موحاهما. طيب حقيقة الميثاق وضع لكل هذه حلول، فيها في 9 مفوضيات متعلقة بالقضائية والأراضي والعدلية والعدالة الانتقالية كلها إن شاء الله، ثم تاني حتى المحصصات. نعم السودان لو لاحظتها من 2019 أن إحنا ما قادرين نصل لنظام مقبول لكل الشعب السوداني. طيب كان في اتفاق جوبا افتكرنا على أنه يحل قضية السودان وفشل، جاء الاتفاق الأخير الاتفاق الإطاري الآن في القاهرة ومبادرة الجامبير البروفيسور محمد حسين أبو صالح من الداخل، ودي كلها ما قدرت تضع حلول، لكن هذا الميثاق إن شاء الله سيضع لها حلول. حقيقة لا تخاف من العسكر، لكل شيء نهاية. شوف الترتيبات الأمنية اللي سرع بها الترتيبات الأمنية هي قادرة يعني. نعم نعم الترتيبات الأمنية لكل الذين يحكمون بتاع الحركات، يعني ما ممكن هؤلاء الحركات تظل إلى أن يقوم المسيح قاعدة في كراسيها، أي ما يكون في حد لها للوضع ده. لا يمكن الدولة أن تصرف في خلال 3 سنوات ولسه تاني هتصرف إلى الأبد بهذا الأسلوب لكل شيء حد. ولذلك نحن لما نادينا بالميثاق ونكون رئيس وزراء كامل الدسم عشان يضع حل وحد لهذه إن شاء الله، وحيكون مقبولية. 2 حقيقة نحن ندلف للشيء المهم أساسا اللي هو متعلق بمعاش الناس. معاش الناس ده داير السودان يا جماعة، السودان ده دولة ربنا هباها بكل شيء. لا ده معروف للكل. كويس؟ على مستوى العالم. لكن الآن ما قاعد في الكرسي ده. كيف تلمستم طريق يعيد المواطنين عشان يجدوا قبول الكبير والدعم. نعم أن إحنا لو لاحظت في كان مشاريع زراعية كبيرة جدا انتهت، كان في مشروع الجزيرة لما ضافوا مشروع المناقل كان أكبر رقعة جغرافية على سطح الأرض في العالم. مؤسسة النيل الأبيض، مؤسسة النيل الأزرق، مؤسسة السوكي، هؤلاء الميثاق وضع حلول لها وتشغيله عشان تنهض. ولذلك الخطوط البحرية
يجب السودان يكون له كل الميثاق كله وضع حلول لهذه، ينعش الخطوط البحريه والسكك الحديدي والنقل النهري، دي كلها اشياء تدعم الاقتصاد الوطني وبالتالي تنحل الازمه ان شاء الله. ترى اذا الفتره الانتقاليه يمكن في 3-4 سنوات الماضيه دي بشيء مخيف لكل القوى السياسيه ولكل من اراد ان يقود مسيره اصلاح، وهي ان النفس بيننا اصبح حار، قبول بعضنا لبعض اصبح اشكاليه كبيره، حتى الحوار فيما بيننا اصبح اشكاليه، وهنا حدث امر ربما نحتاج الى سنوات ان لم نقل معجزه كي نتعافى او نشفى منه، وهو التدخل الاجنبي. انا طبعا عندي فهم مختلف عن التدخل الاجنبي. طيب انا اعتقد التدخل الاجنبي ده يعني هو اساسا هو يعني انسان، الناس السودانيين رغم تطورنا ورغم فهمنا للحياه وعلاقاتنا، وتجد السودانيين في مائده واحده يجلسون حتى اخوه كل واحد ينتمي لحزب معين واتجاه معين في الحياه الاجتماعيه، لكن عندنا مشكله وقت نعمل سويا ونحن مختلفين حتى في الحزب نفسه تكون فينا الخلافات كبيره جدا وكده. هذه الخلافات الكبيره بين الاحزاب هي كان سبب في انه تجي رؤى خارجيه من المحيط الاقليمي ومن الدول يعني ما عاد العالم عاد قريه واحده، فلذلك وحقيقه حقه نشكر الاجنبي في انه يجيب لنا اي مبادرات او اي لا يعني ما يكون نظرتنا له كده، لكن نحن يفترض ان نحل مشكلتنا بنفسنا، فهذا الاتفاق سوداني سوداني الميثاق ده سوداني 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 يعني ده الشعار حتى بتاعنا الاساسي، وأنه هو سوداني سوداني حاجة منبعت من الناس، وهو مبسط وسهل وفقط للفترة الانتقالية، لأنه بعدها يفترض أن يكون هناك انتخابات وأنه ناس يعني هو لن في بعد الانتقالية لن يكون حزبا ولا تجمع أن ينافس ونعتقد أنه لا ولا تجمع أن ينافس ونعتقد أنه هو نزع الفتيل من المشاكل الكبرى، ونفسه هو حيكون له دور كبير جدا أنه يعني هدوء الأنفس. والسودانيين بطبعا مشهورين رغم الخلافات تصل عنان السماء، في النهاية بعد فترة يلتقوا ويتصافحوا. الحل لأهل السودان يعني أنه في النهاية بعد فترة قليلة أنه يتصالح ويتصافحوا كما حصل في رواندا وكما حصل في جنوب إفريقيا وكما حصل في التاريخ في دول كبيرة، فنحن نفتكر ده هو الحل النهائي، والعامين دي كافية في أنه يحصل ذلك. أزيد بسيط، حقيقة الحل يجب أن يكون سوداني سوداني ويكون من الداخل. التدخل الأجنبي مرفوض، نحن شعب يعني نلتمس بنحب بعضنا وعندنا الجودية، السودان هو بالنسبة يعني عنده الجودية وعنده الراكوبة، دي كلها مسميات للجلوس مع بعضنا البعض نحل قضايانا في مجتمعاتنا القبلية، فكيف نحن الآن يغلبنا هذا الحل حتى نستدعي الأجنبي؟ وشوف الأجنبي ده لما بيجي ما بيجي على سواد عيوننا، بيجي لمصالح حقاته، ما من حقه من حق بيجي لمصالح حقاته كويس. ان احنا ظللنا يعني كيف نرتهل للاجنبي، ونحن يوم من الايام طردنا الاجنبي ونيلنا استغلالنا، بل لا بل كده الاجنبي هذه المره جاء بطلب منكم يعني فالاجنبيات من خارج يعني. هو حقيقه جاب طلب مننا طيب نعم. دي ذاتنا نحن ما دارنا نتكلم، لكن في كانت انا اقولها بصراحه في عماله كبيره جدا جدا، احنا السودانيين كان قادرين نحل قضايانا برانا، نحن لانه ما لما لنا من امكانيات ولنا عقول ده كله موجود. اهم ما يميز هذا الميثاق هو ميثاق لانه تعاملنا مع الاداره الاهليه، الاداره الاهليه عندها الحكمه والانا، وهي عامه مشهوره بحل المشاكل، وكل التجمعات المستقله هي جزء طيب اصيل. لما بيحدث فجوه بينكم وبين الشباب لما تتكلم عن الاداره الشباب نحكي لشباب جديد له قضايا وهموم واحلام، هو اساسي الجديدة. هو اساسي في هذا الاتفاق لجان المقاومه المستقله غير حزبيه، هي تكتلات كبيره وهم اساسيين في هذا الاتفاق وسيكون له دور، كما تحدثت انه كل التي وقعت في هذا الميثاق هي في مجلس الميثاق. نحن مثلا شرق السودان كله مشارك بتنسيقيه شرق السودان، الجزيره بكيان واحد، اما في الخرطوم فقط في 7 محليات لجان مشاوره، ودارفور مشاركه برضه بقبائل كبرى اللي هي تجمع الزقاو وسلطان الفور ومكه الفون يشارك، ده كله بدايه للتجمعات، فدي هي الحاضنه الحقيقيه لانه يكون في تلاقي وتصافح. ولكن اهم ما يميز هذا الاتفاق والشيء الجديد هو وجود اول حاجه لجان المقاومه المستقله، وهي لها دور كبير جدا حتكون مساهمه وتكون اصيله في هذا الاتفاق شبابي، وفي نفس الوقت برضو منظمات المجتمع المدني أيضا تساعد في الخدمات وتقديم كل ما هو مطلوب للمجتمع، خاصة في ظروف صعبة جدا ومعقدة. أنا أفتكر أن هذا الاتفاق ما يميزه هو ليس ضد أحد،
وهو لا يتهم أحد ولا يشيطن أحد. ونعتقد حتى الأحزاب المختلفة هي محتاجة لهذا الاتفاق لتهدأ النفوس في الفترة الانتقالية، وبعدها الناس يعملوا سويا ويكونوا كما كان أسلافنا، يعني من ناس حققوا الاستقلال في يوم من أيام، كان في الاستقلال الناس يعني من داخل البرلمان بالإجماع أعلن استقلال السودان. والاستقلال الحقيقي هو في هذا الميثاق، وإن شاء الله هذا الميثاق سيكون له ما بعد. نحن نحس بذلك لأنه تواصلنا مع كل الجهات. الميثاق لم يكن شيء نظري، بل هو حقيقة تواصلنا مع الأجهزة كلها، القوات النظامية، تواصلنا مع الحركات المسلحة، تواصلنا مع الأحزاب، فوجدنا أن هذا الميثاق، وأهم منهم كلهم لجان المقاومة. نعم. دكتور، خلينا نأخذ ظاهرة تميزت بها يمكن السياسة السودانية طوال سنوات طويلة، وللأسف في الفترة الانتقالية كانت أكثر بروزا، هي أنه مع كل صباح جديد تزداد الفجوة بين القوى الحزبية المختلفة والأكاديميين، وكذلك خطورة الأمر أنه حتى الأكاديميين عبر مؤسساتهم المختلفة ظلوا، خلينا نكون صريحين، ظلوا عاجزين عن تقديم ما يفيد ساحتنا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا. هل يمكن الميثاق أن يعطي هذه النقطة المجن الضوء؟ صدقت، كلامك صح، يوميا في تشظي، لكن الميثاق إن شاء الله سيعالج ذلك. ليه؟ لأنه زي ما قلت لك الميثاق يهدف إلى توحيد التكنوقراط والأكاديميين ومؤسسات البحث العلمي التي نفتقدها في هذا كثير من قضايانا، يعني حتى هذه اللحظة أكثر من 50 جامعة حكومية وعشرات الكلية لم تقدم يا سيدي الفاضل في يوم من الأيام، خلنا هي تجربة إن شاء الله، لكن حتى في رواندا وفي جنوب أفريقيا جامعة جوهانسبرغ لعبت دور، في كثير من دول العالم لعبت الجامعات دور مقدرة جدا. نحن لنا لقاءات مع أساتذة الجامعات جميعا، بس نبدأ بجامعة النيلين وجامعة السودان وكل الأكاديميين إن شاء الله. هذا الميثاق سيكون مسنود بأساتذة جامعيين وأكاديميين، سيكون مسنود بإذن تعالى، ودي طبعا رجال علم وذو خبرة ودراية. دي مشكلتنا في البلد، بنفتقد احنا العقول النيرة والبحث العلمي، يجب النهوض بالسودان بالبحث العلمي. بروف، خلنا ناخذ جزئيه برضه مهمه جدا تساعدنا على الاقل وتساعد هذا الميثاق في انه يعبر بالناس. كثير جدا من ابناء السودان اصيبوا بالصدمه، ابتعدوا من علماء ومن اكاديميين وغيره وغيره، وكثيرين جدا ذهبوا خارج السودان، اصبحت لهم تجمعاتهم في الخارج، وكثيرين هم الان يعملون في منظمات ومؤسسات دوليه بعد تجربه الدكتور حمدوك وما تعرض له، اصيبهم ايضا بالصدمه. هذا الميثاق يمكن أن يخاطب هؤلاء، يتواصل معهم؟ هذا الميثاق هو حقيقة يعني أنه هو الذين بدأوا هذا الميثاق، وهذا الميثاق كتبه أكاديميون، ويعني هو كميثاق هو الديرات، جلسنا نحن كأكاديميين مع الإدارات الأهلية والمستغلين من الليان المقاومة ومنظمة المجتمع، وكتبنا هذا الميثاق، وحقيقة وراجعوه ناس قانونيين أساسا في الجامعات، وهو أول مبادرة حقيقة. بالنسبة لأنه الأكاديميين هم بعيدين من الساحة، وأنه هم هذا طبعا لأنه عدم الحرية تأثر على عدم الحرية يتأثر على كل الناس، هنالك لفترة طويلة جدا لا توجد حريات، يعني الحرية هي ما حرية بس في الفكر، حرية في العمل، حرية في الاختيار، حرية في السياسات، حرية حتى في العلم نفسه لا ينمو إلا، ونحن حسنا مقبلين لفترة ديمقراطية لكن انشغلنا بالهم العام. نحن نعتقد أن الميثاق ده، لأن المشكلة الكبيرة مما بدأت هذه الثورة ديسمبر 2019، المشكلة كيف يحكم السودان في الفترة الانتقالية. وهذا الميثاق هدية حقيقة من الأكاديميين وكما ذكرت من الذين وقعوا فيه للشعب السوداني، فأن هذه الفترة تمضي بسلام ونبدأ في الطريق الصحيح. عدم وجود الحرية يؤثر على كل شيء. قضية برضو برزت في ساحتنا يمكن أثرت على الفترة الانتقالية وعلى صورتها الزاهية عند الناس، يعني بمعنى صح أنه ربما كثير من المواطنين البعيدين عن المركز، للأسف كانت الفترة الانتقالية موجودة في الخرطوم، الولايات كلها كانت مسكينة تغرد بعيدا، ثم اصطدمت الولايات نفسها بحروب إثنية وقبلية. هل الميثاق يستطيع أن يخاطب قضية خطيرة كهذه تجذرت الآن عند الناس إثنية وقبلية؟ طيب أنا قلت لك الميثاق ده إن شاء الله سيهدف لعلاج كل تلك القضايا. أول حاجة، البلد صح نعم الآن يحكمها نظام عسكري، هذا النظام العسكري يود تسليم السلطة بطريقة ديمقراطية. نعم، هل يستطيع أن يسلمها لأحزاب
أنت تعرف الآن القوى السياسية يعني تشذرت فيما بينها. طيب. نعم القوى السياسية الأخرى كان تجمع قوى الحرية والتغيير أو الشبابية أو كلها والمركزية كلها تشظت. لا يوجد نظام مؤسس يعتمد عليه، لكن من خلال هذا الميثاق إن شاء الله سيكون مقبول لدى الشعب السوداني إن شاء الله. ليه؟ لأنه حيضع، قلت لك، هو حيعتمد على الأكاديميين ورجالات البحث العلمي وديل طيب. ناس ذو خبرة إن شاء الله. نعم دكتور برف، خلينا ناخذ إن شاء الله في الولايات ذات إن شاء الله. برف خلينا ناخذ جزئية برضه مهمة، عندك إضافة في الإطار ده المهم أيوة جدا. عندي إضافة. المثال هو مثلا القضية الموجودة في شرق السودان. أها. شرق السودان اتفاقية جوبا هي حلت مشكلة دارفور للناس المتحاربين هنالك إلى حد ما، لأنه الآن يطالب بإعادة اعتبارها. مثال يعني 50 طيب. صفحة. أما عملت ثلاثة مسارات، مسار الشمال، مسار الوسط، ومسار الشرق، صفحة واحدة لا يوجد فيها يعني شيء، وبالعكس أزم المشكلة. هذه القضية بحل بأنه يكون في منبر تفاوضي صوتا بحا بأنه يطالبون منبر تفاوضي كل أهل الشرق السوداني يلتقون فيه، وحتى يلتقوا مع المركز عشان يناقشوا توزيع الثروة والسلطة وكذا. هذا الميثاق وضع، هذا الميثاق المنبر التفاوضي وضع في هذا الميثاق، وشرق السودان كان ينادي بالتهميش، بل بالعكس اجتمعوا كل الناس وطالبوا بأنه أن شرق السودان يقدم من الأكاديميين والمهنيين رجل مناسب لهذه المرحلة، وبهذا سنكون نبدأ أنه سيكون هناك، لن تكون هناك مشكلة. فنحن نعتقد أنه الميثاق كما تفضلت أنك إذا تجمع الشعب كامل في قضايا فيها خلافات كبيرة، فأنه لازم تتعرض للقضايا الكبرى وتنزع الفتيل من بعض المشاكل الكبرى، وقد تم. وهذا مثال حي، هذا الميثاق حينما يبدأ لن تكون هناك مشكلة في شرق السودان. أصبحت واحدة من القضايا الحيوية المهمة جدا في عصرنا اليوم، ربما سنوات ما كانت بالأهمية، لكن أصبحت الآن السياسة الخارجية إحدى أهم مرتكزات البناء الداخلي لدولة. بمعنى صح أنك في ظل التكنولوجيا والتقنية غصبا عنك تتعامل مع هذا العالم بشكل أكثر عمقا، وربما يكون هو أكثر دراية بواقعك. سيقبل على السودان بعد أيام ربما عشرات الدبلوماسيين، وربما نتحول للأسف وهذا ما نخشاه إلى ساحة صراع جديدة، والسودان مفتاح أفريقيا، والسودان في نفس اللحظة تخوم العالم العربي، ربما يشيل كل العالم العربي. الميثاق هل رأى لهذه النقطة المهمة الحيوية والجوهرية والخطيرة والمؤثرة على السودان وهو يتفكك داخليا؟ طيب أصل السودان يا جماعة هو قبلة العالم. طيب ها. والسودان هو أول شيء سلة غذاء العالم لما له من أراضي وإمكانيات خاصبة جدا جدا، لكن في ظل التشظي العانة السودان فقد الكثير. الآن الميثاق سيعمل على ترتيب كل هذه المعضلات ووضع السياسة الخارجية والسياسة الخارجية برؤية جديدة. السودان الميثاق وضع الانفتاح بالندية لكل علاقاتنا مع الدول الخارجية. السودان دولة عظيمة كبيرة جدا جدا، نحن نأسف على فقد جنوب السودان، فقدناه في فترة من الفترات، وما بنحب أن السودان تاني يفقد أي جزء منه، لكن عن طريق هذا الميثاق الذي يجمع إن شاء الله السودان، يتوحد السودان إن شاء الله، وحيكون علاقتنا مع العالم الخارجي منفتحة، والسودان يعني سينفتح على العالم الخارجي، وبالتالي يخرج من العزلة. السودان ده ما هو ظل كان في الفترات الفاتت دي يعني موصوف بالدول أحد الدول الراعية للإرهاب، لكن إن شاء الله لما ينفتح على العالم الخارجي، لو هو الآن انفتح، لا لسه ما انفتح 100%. ما انفتح الان، سيزورك عشرات المبعوثين يا سيد. نعم حيحضروا، لكن الى الان لا نستطيع استيراد ماكينات وقطارات وسكك حديديه واشياء زي دي، لان البيت الداخلي غير مرتب لسه. نعم لكن ان شاء الله الميثاق يتفتح على العالم الخارجي، وعندئذ زي ما قلت لك قبيل في حديثي، المشروعات الكبيره اللي توقفت في البلد دي كلها حتعود لاصلها، وسيعود السودان وحينفتح للعالم الغربي ان شاء الله. خلينا ناخذ جزئيه ربما تتعلق بالحكومه الانتقاليه. انت قلت ان هذا الميثاق هو محدد فقط للفتره الانتقاليه. طيب الفترات الانتقاليه عاده هي تصريف اعمال، ليس من حقها اتخاذ قرارات مصيريه، وليس من حقها تغيير رؤى تتعلق ببنيه الدوله والمجتمع، ذاك شان من ينتخبه الناس. لكن الان بعضهم يتخذ قرارات مصيريه، كيف ستتصرفون مثلا العلاقه مع اسرائيل؟ هي واحدة من الأشياء اللي دائما تثير المخاوف في الوجدان والعقل السودانيين، انتوا حتتعاملوا معها كيف بالطريقة دي الآن؟ وفي كلام إنه قالوا الحكومة القادمة دي هي التي ستوقع الاتفاقية، معناها هي غير منتخبة. ليس ذلك صحيح، لأنه حقيقة المشكلة، نحن نتحدث عن مشكلة كبرى.
الآن لنا أكثر من عام وأربع شهور لا توجد حكومة. طيب ها. والمدخل لكل هذا العلاقات الخارجية، السياسات الاقتصادية، حل معيشة الناس، الأمن، محتاج لحكومة. طيب. لا يوجد رئيس وزراء. المدخل أنه يجي رئيس وزراء كف يتحمل المسؤولية، هو سيتعامل مع القضايا في الفترة الانتقالية وهي معروفة يعني بالدستور. الإضافي الموجود الشيء الإضافي الموجود حيكون هنالك مجلس تشريعي انتقالي أيضا ينظر في الأشياء السياسات المحددة للفترة الانتقالية. كل الذين حتى العلاقة مع الدول الأخرى والعلاقات المصيرية الخطيرة الكبرى، حتى الذين الموجودون الآن في الحكم يقولون أنهم ستكون في حكومة، حكومة تمثل البلاد. الحكومة تمثل البلاد هي حكومة منتخبة في القضايا المصيرية، أو يكون هناك استفتاء. يعني في حالة دي إذا أنت عندك قضية كبرى ولا توجد حكومة والقضية أنه لا تنتظر، ممكن يكون في استفتاء. الاستفتاء جميل حل مشكلة. حقيقة المدخل القبيل للميثاق ده يعني لا ننسى أن إحنا لينا من 2019 لا يوجد مجلس تشريعي ولا توجد حكومة من وحتى أكتوبر. وحتى ما اكتملت يعني. أيوه ما اكتملت. عشان كده حتى القضايا الناس يتحدثوا لك عن بيع أنهم في مواني بيعت، كل القضايا دي كل هذه مذكرات تفاهم. لن يستطيع أحد أن يبيع مكان أو يكون عنده علاقات مصيرية، ولا في دولة تعمل معك أي اتفاقات مصيرية، فكلها هي مذكرات تفاهم. ما بتحصل إلا في ظل حكومة مدنية. لكن الحكومة المدنية مرات هناك قضايا مصيرية. حكومة مدنية منتخبة. منتخبة. نعم. إذا كانت هناك حكومة غير منتخبة وموجودة لكن أيضا تحمل مسؤولية وهناك قضية لا تنتظر مثلا، يعني في قضية لا ننتظر الناس يرجعوا للشعب. طيب دكتور على أساس حدثوا سنتين للفترة الانتقالية، الآن الناس يتحدثون عن انتخابات بعد 10 سنوات، الناس تطالب يقول لك نحن لسنا مستعدين للانتخابات، لن نستطيع أن نكسب فيها شيء، قوى سياسية تخاف حتتفاقم. نعم أسي حقيقة السنتين هي يعني قادرة على حل الأزمة. الذين يتخوفون دير أول حاجة ما عندهم وجود في الشعب السوداني. طيب. يحبون أن يطوروا أنفسهم حتى يستوعبهم الشعب السوداني، لكن الشعب السوداني لا يستطيع أن ينتظر 20 سنة عشان أنت تجي تهيئ نفسك وتجي تحكم. الشعب السوداني هو سياسي بالفطرة، ويعرف هو اللي عمره السياسي أكثر من 60 سنة. الشعب السوداني هو لماح، عند السنتين هي بتكفيه، وإحنا قادرين في البرامج الإنعاشية الاقتصادية السريعة المتعلقة بمعايش الناس. التحالف ده هو حيحله. وحقيقة زي ما قلت لك أن إحنا في التحالف هو بنرشح أخونا بروفيسور محمد إسماعيل الرئيس للوزراء، لأنه أكاديمي ولأنه رجل تكنوقراطي، وسيرفد الدولة دي بأكاديميين مؤهلين قادرين على حل قضايا البلاد إن شاء الله، من أكاديميين وجامعيين إن شاء الله. طيب خلينا نأخذ الحين الزمن بأخذنا سريعا لنكمل، لكن الآن في اتفاق. تفضل. أيوة أنا أفتكر أنه طبعا الناس يتحدثوا عن عامين الفترة في الديمقراطية الحديثة، 4 أعوام. العامين دي هي حقيقة نصف الفترة. صح؟ في أمريكا يحصل انتخابات لمجلس الشيوخ حتى عشان تعرف تجديدية كل مرة يعني. وكل التاريخ يتحدث عن أنه كل الذين غيروا التاريخ ولهم بصمات واضحة حتى في التاريخ القديم قبل وجود الاتصالات وقبل كده لم يحتاجوا لزمن كثير. صح. يعني عمر بن عبد العزيز غير سنتين دومية عامين. نعم. الكسندر ذا جريت وحدينة كروز القرنين غيروا، هو عمره كم 20 سنة، ومشى لحد أقاصي الصين من تركيا أو من أوروبا إلى هذا. فالذي يتحدث أنت محتاج لإنسان عنده رؤية واضحة عنده إرادة. عامان فترة ليست بقليلة. الإنسان ممكن يكون عنده خطط 50 أو 20 وكل حاجة، لكن التنفيذي الذي يبدأ العمل لابد أن تكون له منذ اختيار الذين ينتمون لهذه الحكومة تكون صورة واضحة. 50% القضايا ولازم يجيب الرجل المناسب في المكان المناسب الذي له عنده رؤية. والوقت كثير. الوقت إذا أنت يعني حقيقة الإنسان إذا انتبه للوقت، الوقت كبير جدا. إذا أنت منتظر شخص في 5 دقائق 5 دقائق تحس بالزمن، تحس الدقيقة فيها 60 ثانية، وربما الثانية تحس فيها وقت. دكتور لابد أن يجي إنسان مقتدر يقود. خلينا ده برضو بيقودنا إلى منحة مهم جدا يعني في هذا الإطار، إنه الميثاق حدد الكثير من الرؤى. طيب الآن في الإيطالي، في ناس في القاهرة، في ناس رافضين الاثنين. نعم. وفي ناس في الإيطالي رافضين حق القاهرة، ناس القاهرة رافضين الإيطالي. نعم. ويتصرف مبادرات داخلية أخرى. أها. نعم دي كلها في مبادرات داخلية، مبادرة البروفيسور حسين محمد حسين أبو صالح، فولكر الإطاري والحرية والتغيير،
القاهرة. القاهرة ده كله كله الشعب السوداني بينظر له وما لقى الجديد فيه الشعب السوداني. ولذلك احنا قبل في بداية الحديث قلنا لك الشعب السوداني مل السياسة ذاتها. لكن ان شاء الله يعني نتفائل خيرا، قال تفاؤلوا خيرا تجدوه ان شاء الله. ونحن من ضمن الفعاليات هذه المبادره هي يعني مطروحه للشعب السوداني عشان نعمل لها اكسبتبل يقبلها. هل تذهبون الى هذه القوى السياسيه لتفاوضوها فرادى ام تكتلات؟ لان انت بتتكلم عن اختيار رئيس الوزراء. لا، رئيس الوزراء الالي بتاعته بتتكلم عن اختيار الحكومه. ياتي من الحاضنه التي وقعت في هذا الاتفاق، يعني رئيس لا الحاضنه. انتم الان محتاجين انكم تبادروا تقتحموا. نحن اقتحمنا، حتى تواصلنا مع كل الجهات. الميثاق ده لم يكن من فراغ، لم نضع الميثاق الا بعد ما تواصلنا مع الجهات دي، تواصلنا مع الاحزاب، تواصلنا مع القوات النظاميه، مع الحركات المسلحه، مع الشباب. بعد ذاك طلع الميثاق وتم صياغته عمله، وبعد تم اعلان له. والان احنا في دور الحركه لانه نقابل الجموع ونتحدث بسبب الميثاق. نحن هكذا الان يعني. فهو حقيقه آليه الامم المتحده التي اصبحت الان الاليه الثلاثيه، يعني نحن تواصلت معها. نحن نعتقد انه الاليه يعني تخاطبنا الامم المتحده، لكن هذا الميثاق نفسه الاطار اذا انفتح واستوعب هذا الميثاق صحيح لنا مشكله. نحن واحده من الحاجات اللي الميثاق ده هو لشعب السودان، واي فرد من شعب السودان او اي كيان او اي اتفاق يعني هو يعني ياخذ بهذا الميثاق سيمضي على الامام وستحل المشكله. قضيه الحريه برضو اصبحت الان يمكن تحسن بها حتى المعارك، يعني يمكن الان في السودان في ظاهره هي ظاهره جميله، يعني بعض سمي انه من هنا تحسم المعارك، المراه والميثاق. نعم، الميثاق ده افرد للمراه حيز كبير جدا. لانه المراه حقيقه مش نص المجتمع، المراه هي كل المجتمع. يا راجل المراه هي كل يا المجتمع. سلام. المراه هي كل المجتمع. ولذلك الميثاق افرد لها حيز كبير جدا جدا، وان شاء الله انا ابشر اخواتي السودانيات حيكون لهم حيز كبير جدا جدا في حل قضايانا ان شاء الله. الميثاق سي فضل. أنا أفتكر قضية المرأة أنا حقه في السودان، يعني زمان كان يقول لك النساء شقائق الرجال، لكن حقيقة أنا أستاذ جامعي يعني في كليات معينة تجد غالبية الذين يدرسون هم نساء في الجامعة مثلا الآن في الشهادة السودانية حتى الوظائف وغيرها. فالمرأة هي جزء من لجان المقاومة المستقلة، هي جزء من المنظمات المجتمع المدني، هي جزء من كل الكيانات المستقلة التي ستشارك في هذا الهناية. فليس السودان عنده تجربة قديمة حتى قبل الدول الأوروبية فيها. فأنا أفتكر المرأة دي هي، لكن ما عاد المرأة هي جزء من الاتفاق، والشباب جزء من الاتفاق. فلذلك يعني ليس تكون هناك مشكله ان نتعامل المره كذا. هل ممكن نقول انه الميثاق تواصل مع اخرين الان هم برا السودان رافضين كل ما طرح، يعني ناس الحيل وناس عبد الواحد والجماعه ديل خاطين في بالكم ولا ما عندكم معهم علاقه؟ يعني انا مثلا احكي لك مثال، مثلا هيئه الدارات الاهليه للنوبه هم كيان وقع في هذا الاتفاق، فهم يحكوا انه هم حتى الحلو هو جزء من هذا الكيان. وحدث ودي ميزه الاداره الاهليه. الاداره الاهليه فيها جانب ايجابي انه هي كيانات تجمع ناس كثر وانه هي تحل المشاكل. مع الادارات الاهليه تصل حزبيه تصاغت كل، وهذه هذا ما نحتاج في الفتره الانتقاليه. فهم حقيقه يعني هم يعني سيكون لهم دور كبير جدا في استقرار الفتره الانتقاليه وتكوين الحكومه دي، حتى كل القضايا يهتم بامن البلد، يهتم بالمعاش، تهتم بالقضايا المهمة في مداخل بعدها. مهمة جدا تهملتها كل المبادرات، تهملها كل الساس للأسف، يعني قضايا الرياضة، قضايا الفنون. هل تجد في الميثاق مكانا؟ الميثاق أفرد لكل هذه حيز، حتى حرية الصحافة والإعلام كلها وضع لها حيز كبير جدا جدا جدا، وأفرد لها مساحات إن شاء الله. وكل زي ما قلت لك هذا الميثاق ناقشوه خبراء وقانونيين طيب مؤهلين. الميثاق مع الحكومة الانتقالية نعم ومع تكوينها، هل يطرح لها خارطة طريق عمل ولا بس شخوص يجوا يقعدوا؟ لا، سيكون هنالك. انا اتحدث عنه اكاديمي، يعني هو اهم حاجة في الميثاق ده عنده آلية لاختيار الناس. فيختار الرجل المناسب اللي هو عنده. اذا انا مثلا اذا اخترنا وزير ثقافة لن يكون يعني عشوائيا،
ولن يكون محاصصة حزبية ولا حاصصة حتى لا نقع في الخطأ. لا. الخطأ الذي وقعنا الخطأ الذي وقعنا فيه يعني لما ذهب الدكتور حمدوكي إلى مؤتمر الرياضة العالمي للشؤون الاقتصادية وقف أمام الناس وقال والله لم يعطوني برنامج، أنا ما عندي برنامج، هي مشكلة مش في الشخوص. هل الميثاق سيضع للحكومة الانتقالية خارطة الطريق اقتصادية واجتماعية؟ حمدوك عنده كان مشكلة، هو غايب من البلد لأكثر من 30 عام. ما خلاص الآن تحدي 30 عام الشخوص، نحن ناس سودانيين ليست لهم جنسيات مزدوجة، هم موجودين في السودان وهم يعرفون كل القضايا وكل المشاكل. طيب. الآن إذا سألت أي شخص في كل مجال المشاكل معروفة لكل الناس والحلول أيوة، لكن الإنسان المقتدر في ناي بعد ذاك طبعا رئيس الوزراء بعد اختيار الوزراء هيقدم سياسات وحيبدأ العمل، لكن ما لا تنسى نحن حاسة موجودين في بلد لا توجد فيها حكومة، لا توجد فيها حكومة، ما احنا خايفين أيوة. تجي حكومة وما يكون عندها أرضية وخارطة الطريق تمشي كل وزير شايت على كيف لا يعني لا دخلت من احنا لا تخاف من ذلك، لأنه حقيقة أصلا إذا بقى في رئيس وزراء هو الوزراء تابع له وفيه نظام، لا تنسى السودان ده فيه لا الميثاق بيديهم ما بيحكي عن هم لا الميثاق بيديهم خارطة الطريق الميثاق أنت الميثاق دي حاجة هي قبل الدستور وقبل الإعلان الدستوري. طيب. نحن عندنا مشكلة كبيرة إذا استمرينا بذلك سوف لن يكون هناك وطن ولن تكون حكومة، فما ممكن أنت الأشياء الخلافية تبدأ فيها الآن. لكن بعد ذاك حيكون يسرع الإيقاع في مفوضية للسلام في فسريعا، والإنسان والسودان عنده تجارب سابقة وبل بالعكس يعني حل مشاكل البلاد كثيرة، لكن ما موجود في أدابير وما موجود، أهم شيء يكون في إرادة، يكون في إرادة تجي شخصيات مقتدرة عندها خبرة سابقة ومعروفة، ففي النهاية في فترة وجيزة جدا ممكن تكون هذه السياسات. ومشكلتنا عادة ما مع السياسات ولا مع الخطط، مشكلتنا مع أشخاص هم مقتدرين عندهم رؤية واضحة أنه كيف أنه يديروا المكان الذي فيه. فهناك كثير من الناس موجودين في السودان ولهم خبرة لهذا ودهم تجارب ولهم سيرة ذاتية طيبة يمكن يقود السودان لبر الأمان. ولا ننسى أن هذه هي فترة انتقالية، الهدف القضايا الكبيرة هي الانتخابات، القضايا الكبيرة يكون في سلام، القضايا الكبيرة يكون في مصالحات عامة بين الشعب السوداني، القضايا الكبيرة أنه يستقر البلد، وبعد ذلك حتجد استثمارات في السودان وتجي أشياء كثيرة جدا، والشباب الذي يموت في الشوارع، لا توجد وظائف، لا توجد، الزراعة توقفت، كل حاجة توقفت، فنحن في مكان حقيقة طيب. حرج. دكتور الآن لو قلنا دعنا نبدأ الميثاق الآن يتحول من إطار نظري مكتوب إلى فكرة تمشي بين الناس تمشي بيناتهم، يعني تحدد من وين؟ هنبدأ حاجة من الوضع الاقتصادي والوضع الزراعي، دي مشكلة السودان الأساسية، المشكلة اللي بيعيش السودان حقيقة الآن الوضع الاقتصادي. الحكومة انتوا ما حكومة، انتوا تساعدوا. نعم. حتبدو يعني عشان ينزل الكلام ده كله بغض النظر عن محتواه، حتبدو مع منو؟ مع الأحزاب، مع الحركات، مع الجامعات، مع منظمات المجتمع المدني، مع الإدارة، الجماعات الدينية ذات التأثير. نحن حقيقة بدينا معهم كلهم، ناقشنا أساتذة الجامعات وجلسنا معهم، وعندنا في الأسبوع الجاي حنجلس مع جامعات أخرى. بالأول الأمس جلسنا مع قيادات في ولاية الجزيرة، وكان في حوار في الهواء الطلق وكان محضور ومشهود، التقينا بهم كلهم إن شاء الله في الهواء الطلق ورحبوا ترحيب حار بالمبادرة، لأن أساسا هي الآن مشكلتنا زي ما قلت لك، مشكلتنا في البلد دي ومشكلة اقتصادية وكيف تدار البلاد. الآن أنت زي ما شايف البلد الآن تدار وضع الاقتصادي بالجبايات والضرائب، بالجبايات والضرائب، هل حنستمر كده إلى قيام الساعة؟ طبعا لا، لازم يكون في نهضة زراعية شاملة، وإن شاء الله نعم طلقة البداية حنبدأ بمشروع الجزيرة. خلينا نقول الآن نحن الآن على البساط. أنا حقيقة متفائل أنه يعني الميثاق ده وضع حل وحيلتقوا فيه كل السودانيين، وأنه في النهاية في فترة وجيزة، حتى هو الميثاق فيه أنه التكوين الحكومة في أقل من أسبوعين، عشان كده الميثاق تم إعلانه السبت القبل الماضية بعد 3 يوم اجتمع واختاروا حتى رشحوا رئيس وزراء. نحن يعني تواصلنا مع الجهة، لكن لم نجلس مع أحد يعني مباشرة، لكن تواصلنا عبر ناس، عبر المستشارين بتوعنا الوضع الميثاق ديل، تواصلوا مع القوات النظامية، مع الحركات المسلحة، مع أساتذة الجامعات، تواصلوا مع الشباب المقاومة، تواصلوا مع كل الناس، الكيانات المختلفة في المجتمع وكده. ولذلك الميثاق ده عصارة بتاع أنه كيف أنه ننزح فتيل المشاكل الكبرى حتى تتكون حكومة
وبعد ذلك نمضي الى الامام. مرحبا، ان شاء الله يعني نقول انه تجاه الولايات الان. نعم، الولايات حقيقه هي لانه واضح انه هي الغايبه الاكبر عن كل هذا المشهد وصيرورته، وبالتالي وبعدك حقيقه الولايات دي احنا في نظر الميثاق هي اهم شيء، لانه الولايات اساسا فيها الانسان السوداني البسيط، فيها الاراضي الزراعيه، فيها الثروه الحيوانيه، فيها الثروه الغابيه، وبالتالي ويجب ان نكون فيها تنميه حقيقيه. الميثاق التنميه احنا استهدافنا لحل السودان عن طريق التنميه زي ما قلت لك. نعم. التنميه دي يعني مفروض تطال اقاليم السودان. طيب. في اقاليم في السودان هي كان عانت فتره طويله جدا من التهميش، ان شاء الله ستجد حظها من التنميه ان شاء الله. زمن شارف على النهايه، برف رسائل تريع. والله الرسائل انه الناس يلتفوا حول هذا الميثاق، وان هذا الميثاق لا متاح لا يقصي، متاح للناس، متاح موجود في المواقع. نوريه ووري المشاهدين كله، خليهم يخشوا. ايوه المتاح عندنا موقع بتاع الموقع اسمه، اي واحد دخل فيه التليفون ودخل في ميثاق كتب ميثاق السودان يجد هذا الميثاق، ميثاق شعب السودان نصوصه موجود، نصوصه كلها موجوده. أه. ويجد كميه من اللقاءات ويجد المؤتمر. مقر معين نحن المقر بتاعنا، نحن المبادره طبعا طلعت من الجامعات، المقر الحالي مثلا في كليه زمزم الجامعيه هذا المكان الذي نجتمع فيه. هي وين؟ في الاكاديميه في الرياض. في الرياض جنب شنو ضد عشان الناس يحجوك. الشعب صار يفتش عليه ما يعينه. بيت خاتيم هي غربي سواد. حقيقه نحن نبشر الشعب السوداني ان شاء الله احنا مسهرين وعشان نحل قضاياهم ان شاء الله بصبر وباخلاص وبقوه وفق الاكاديميات والتكنوقراط ان شاء الله، ولن تضاروا ابدا ان شاء الله. جايكم خير كثير جدا جدا عن طريق هذه المبادره ان شاء الله، فصبرا عليها، ونطلب من الشعب السوداني ان يدينا فرصه. مشاهدي الكرام، انتهت الحلقه من الراهن، لكن يبقى هذا السودان بكل تاريخه الطويل منبع من خلال عقول أبنائه. اختلف الناس واتفقوا صح في لحظة الفشل هذه التي نعيشها في هذه الأيام، وهذه المآسي التي نعانيها، ربما نستنبط وفي تاريخنا الكثير من المواقف التي استطعنا أن نعبر فيها في اللحظة العصية، وهذا من فضل الله علينا. الآن نحتاج لكل جهود أبنائنا في سبيل الخروج. الاهتمام الذي ينصب الآن عالميا على السودان ينبغي أن نتفق، لأنك إذا لم نتفق فسنخسر، أما إذا اتفقنا فسنخبر أو نؤكد أو لنري العالم ماذا لدينا من الإمكانات والرؤى. والبرنامج الذي يعيننا على العبور الآمن لشعبنا الكبير البروفيسور محمد الأمين أحمد، رئيس اللجنة العليا لميثاق شعب السودان. شكرا جزيلا سيدي الفاضل. شكرا لك إن شاء الله. وشكرا لأستاذنا الدكتور يحيى زكريا أبو، رئيس تجمع المستقلين بجامعة النيلين. شكرا جزيلا سيدي الفاضل. مشاهدي الكرام، عبر قناة الخرطوم نلتقي في رهن آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.